جديد وموضوع اقتصادي جديد. فاليوم سنتحدث عن ظاهرة شهدتها مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهي التسوق عبر الإنترنت. دعونا نشاهد التقرير الآتي للتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكبر، ومن ثم نعود وإياكم إلى الاستوديو. تعددت الأسباب والهدف واحد، ففي وقتنا الحالي أصبحت السلعة التي تتمنى امتلاكها متعلقة بكبسة زر واحدة، ولا تحتاج أن تخرج من بيتك وتقود سيارتك إلى المجمع التجاري أو السوق لشرائها. فإذا كانت شبكة الإنترنت قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثيرين، فهي في مجال التسوق أصبحت تمثل أهمية لا غنى عنها في حياة عدد كبير من النساء والرجال نظرا لمميزاتها العديدة. وعلى الرغم من المميزات التي يراها الكثير، فإن التحذيرات حول مواقع التسوق الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت وما له من أضرار أخذت تتزايد، خصوصا أنها باتت تؤثر على سياسة الادخار وتدفع إلى الإسراف وإدمان التسوق. ولكن في الواقع فإنه لا يوجد شيء لا يوجد له مميزات وعيوب. الجدير بالذكر أن الإحصائيات تشير إلى التزايد الهائل في التسوق عبر الإنترنت، حتى أنه في بريطانيا تم إغلاق أكثر من 24 من المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة. كما حقق التسوق الإلكتروني طبقا للتقارير الرسمية في بريطانيا لعام 2012 أكثر من 77 مليار جنيه استرليني، وهي أرقام ضخمة تؤكد حقيقة أن التسوق التقليدي بدأ في الانهيار بالفعل، وأنه عاجلا أم آجلا سيزحف إلى عالمنا العربي لا محالة، أو أنه تم بالفعل. وللمزيد حول هذا الموضوع في الاستوديو معنا الدكتور فواز العجمي، وهو عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام بجامعة الكويت. أهلا وسهلا فيك دكتور، وحياك الله معنا. حياك الله وحياك الله أخوي نجيب، وأحيي أخواننا المشاهدين والمشاهدات. شرف فيك يا دكتور. نعم. بداية دكتور راح تكون طبعا إن شاء الله عند هادي، طبعا البداية عندك. تسلم. بداية بدنا لو نتكلم عن التسوق عبر الإنترنت، وهذا الأمر أصبح يعني أمر منافس كثيرا للتسوق المعتاد اللي إحنا إحنا نروح مولات أو نروح أماكن محددة نتسوق أو نتبضع من هالأشياء اللي نبيها. أول شيء إحنا لازم نأكد على مسألة أن الإنترنت أصبح يطغى على كل المجالات في الحياة. صحيح. منها التسوق، منها العلم، منها الحياة الاجتماعية وغيرها. فالإنترنت أصبح في حياتنا اليومية نستخدمه ونتعايش مع أكثر من واقعنا الحقيقي. صحيح. التسوق الإنترنت قاعد يزيد يوم عن يوم لعدة أسباب، منها أن سهولة الاستخدام، ارتفاع نسبة الاستخدام الإنترنت في سواء في الكويت أو في دول العالم بشكل عام، زيادة إقبال المعلنين وزيادة إقبال أصحاب المشاريع على الإنترنت. فكل هذه الأسباب خلت يعني نلاحظ في آخر التقارير وصل إلى 7 مليار نسبة مستخدم ولا متسوق عبر الإنترنت، نسبة الربح في نسبة الإنفاق في المردود المادي الإنترنت. نعم. طبعا في الكويت وصلت تقريبا نصف مليار ما شاء الله دولار. احنا بس بروحنا بالكويت، احنا بالكويت بس. وهذا مؤشر على طبيعة الاستخدام اللي قاعدين نعيشه اليوم، ويمكن ساهم في زيادة يعني زيادة المبلغ وجود شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح. اليوم أصبح أصحاب المشاريع مو بحاجة أنهم يفتحون لهم محل ويأخذون لهم رخصة تجارية وما شابه، هو مجرد حساب في الإنترنت في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتشار يعني بشكل كبير من والابلكيشنات بعد دكتور يعني اذا تشوفها يعني تنزل الابلكيشن في شغلك، حتى من يعني ما نبي نتكلم عن كماليات يعني حتى ضروريات اللي هي البقاله وما غيرها حتى اصبحت متوفره في ما عاد تحتاج حتى مساله يعني مثل ما تفضلتي السوبر ماركت وغيرك صار لهم مواقع خاصه، صار لهم اماكن يعني يقدر الواحد حتى وهو بيته يعني يمكن تجارب سواها كثير من الناس، وكان ابشرها واحد قبل فتره بسيطه انه قاعد في بيته شهور عدد من الاشهر وتسوى تحدي اني ما احتاج اطلع من البيت ابدا. كانت تجارته عن طريق الانترنت وكانت حتى مشترياته عن طريق الانترنت ما شاء الله، فعاش حياته بدون حاجه للخروج برا. يمكن وهذا الشيء يعني له ترتيباته الماديه الاخرى يعني. نعم. ما عاد يحتاج يصرف بنزين، ما يحتاج سياره، ما يحتاج ينفق على ملابسه،
كل وضعك في البيت وقاعد تتسوق. قاعد تستهلك وقاعد تسوي امورك كلها بكل اريحيه. حسب الدراسات انه متوقع في سنه 2020 تقريبا راح يوصل نسبه الانفاق في التسوق الالكتروني 13 مليار. يعني من سبعة قفزة راح تكون خلال أربع سنوات تقريبا. طيب. فهذه يعني مؤشرات كلها دالة على أهمية هذا التسوق الإلكتروني وأهمية ومدى إقبال الناس عليه. زين أنت ذكرت دكتور فواز أن الكويت إحنا نصف مليار، يعني إحنا ترتيبنا في العالم هي إيش كثر راح يكون؟ ما للأسف تقرير مو مبين. لأنه سبع مليارات الكويت نصف مليار بروحها يعني ترى رقم كبير. نعم على مستوى الكلام على الدول العربية. فعلى مستوى الدول العربية احنا يمكن الرابع او الخامس على مستوى الدول العربيه. نعم. منو يسبقنا يعني؟ السعوديه. السعوديه السعوديه الاولى. نعم. ويمكن دليلها يعني ارتفاع اعداد المستخدمين في السعوديه. نعم. احنا الكويت يعني يتجاوز عدد المستخدمين للانترنت بشكل عام 2.5 مليون. ما شاء الله. من نسبة السكان. طيب بخصوص هذه المواقع واللي نتسوق فيها ونختارها وندخل طيب نبي نعرف شلون نقدر نعرف ان هذه مواقع حقيقيه وغير مزيفه من هذه الامور؟ اول شيء في يعني مواقع عالميه تعطي تتيح للمستخدم انه يتعرف على ما تم بيعه فيها، و يعني حتى الناس اللي تشتري فيها تعلق تعليق انه والله كانت تجربتي جيده وكان هذا التجربه اللي حصلت معي مع هالموقع. ويمكن الانتشار اكثر من خلال حتى يعني اللي حوالينك اللي جربوا الموقع وما شابه، وفي بعض الاشخاص يتكلمون. يعني احنا ضروري احنا نتعاون مع بعض في هالمجالات. يعني احنا اصبحنا الان ما ننتظر فقط المذيع او المذيعه في شبكه في الوسائل الاعلاميه هم يقولون لنا شو الصح وش الخطا او شو اللي صاير. احنا صرنا احنا المذيعين واحنا المعدين واحنا المخرجين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. خلاص يعني انا وياك بعد كم سنه ما لنا شغل، لا شغل ونقعد ببيوتنا. انتم اساسنا الاول بعدين احنا نجيب مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي. المقصد من هذا الامر انه انت اصبحت منصه اعلاميه. نعم. في حال لاحظت على احد المواقع او احد البائعين في شبكات التواصل الاجتماعي او على الانترنت بشكل عام، غش خداع او غيره، بلغ الناس وشير لهالحساب وخلي الناس يكون عندها وعي في هالامر. الامر الثاني لابد انك تعرف يعني احيانا لها حسابات معينه او لها لينك معين يبين من خلالها هل هذا الشيء صحيح او لا. ونسبه كبيره من الاشخاص اللي يشترون عبر الانترنت يحرصون على انه يكون بالكاش. فحاول انه يكون بالكاش قدر الامكان حتى تتاكد بمجرد وصول البضاعه لك ان هذه البضاعه بالضبط اللي انت طالبها يعني تحافظ. فواز العجمي عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات، وشكلكم راح تدشون علينا وتوقفوننا أنا. لا بس أرقام وإحصائيات كانت رائعة. بالعكس أبرك الساعات، وإن شاء الله نكون قدمنا الشيء البسيط لكم. جزاك الله خير. ونتمنى لكم إن شاء الله دوم تنويرنا وتنوير المشاهدين بشكل عام في هالمجالات. وياك إن شاء الله. ما